إذن معنا في البلاتو السيد صلاح الدين دواجي، رئيس الاتحاد العام للطلابية الحر. أهلا بك معنا، مساءك سعيد. مساء الأنوار. مساء الخير. طيب، قبل ما نبدأ في الرد على تصريح وزير التعليم العالي طاهر حجار، نعود فقط إلى إضراب يوم 14 جانفي، أسبابه خلفياته، وبعدها نعود للنقاش حول تصريح الوزير. هي بدأ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة تعددت الأسباب للذهاب إلى خيار الإضراب في إطار تكتل ثلاثية الأسرة الجامعية وفق مع الأساتذة والعمال والتنظيم الطلابي الشباني الاتحاد الوطني الشبابي الجزائرية. إحنا كاتحاد عام طلاب الحر مش في قضية الذهاب نحو الإضراب كهواية، هو خيار الإضراب هو خيار أخير التجأنا إليه بالعديد بعد العديد من المراسلات والعديد من الحقائق التي تعصف بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي منذ بداية الدخول الجامعي ومنذ العام الفارط اللي شهدت الجامعات الآن غليان جد وراهي في مختلف الجامعات. نحن حتى ولو نتوجه إلى خيار الإضراب الوطني في مختلف الجامعات عازفة على الدراسة، تأخر حتى في الدخول الجامعي، مشاكل التي كانت مطروحة بداية من أول حاجة اللي هي توجيه غير العشوائي للطلبة، 50% من التسرب الجامعي للطلبة اللي ما عطاو لهمش هذيك التوجهات تاعهم، ما مشاوش للجامعه، الاختلال في كيفيه التوجيهات ولا عدم موائمتها مع سوق الشغل، ايضا قضيه المشاكل اللي مطروحه، قضيه النقص والشح في عدد المناصب المفتوحه للدكتوراه، رغم ذلك اننا نحن نقدم بدائل من خلال اعتماد الاحتياطيين اللي نجحوا هما كاحتياطيين في القوائم لسد العجز وسد النقص اللي تم فتحه في قضيه الدكتوراه، قضيه المطالب اللي تشهدها كل الجامعات، مطالب المدارس العليا للاساتذه، مطالب التربيه البدنيه والرياضيه 23، ما حدش الاضراب الان يدخل في الشهر الثاني منه، المدارس العليا للاساتذه، طلبه علم تصريح فيما المكتبات يخص كلها. طلبه المدارس العليا للوزير، هو دعاهم الى التعقل، خاصة وأن وزارة التربية تعتمد آلية تمكنه من التدريس في مقر سكنتهم، لكن بعد 3 سنوات حسب تصريح الوزير هي اليوم. في الحقيقة نتعجب من عدم حل للمشكل وفق طريقة منطقية، المطلب منطقي المدارس العليا للأساتذة، لأنه الطالب لما كان الأولوية في التوظيف في مقر سكنه لما يتخرج الطالب هو الاتجاه بالشهادة نتاعو والتدريس إلى يعني مقر السكنة نتاعو، هو التحجج بأنه عدم وجود مناصب اللي يخليهم باش نديروا التوازن في المناصب على المستوى الجهوي ككل، أنه حاجيات كبيرة سنويا قطاع التربية والتعليم يتجه لسد العجز، وبالتالي أنا أظن أنه قبل فتح منصب للطالب باش يدرس المدرسة العليا للأساتذة بناء على احتياجات قطاع التربية والتعليم وبناء على احتياجات تلك الولاية، وبالتالي أظن أنه يعتبر هذا تهرب من المسؤولية. خلينا نسمع تصريح الوزير في هذا الخصوص ونعود للنقاش. أولا أن هناك آلية لدى وزارة التربية تمكن كل المعلمين بدون استثناء وكل الأساتذة بدون استثناء وحتى المديرين مما يسمى بالحركة لو موفمون، عندهم كل سنة نظن أو كل ثلاث سنوات يحق للأستاذ في الابتدائي في المتوسط في الثانوي خاصة في الثانوي، وأيضا بالنسبة للمديرين المؤسسات يحق لهم أن يشاركوا في حركة تنقل من ولاية إلى ولاية، وبالتالي يمكن أن يعود الإنسان بعد فترة إلى ولايته إذا شارك في هذا الحركة في قائمة تسمى قائمة التأهيل. هذا أقول لإخواني الطلبة، تعقلوا وطالبوا، لا أقول بأنكم لا تطالبوا، من حق أي واحد أن يطلب، ولكن أن يطلب الأشياء المعقولة والمنطقية والموضوعية. كان هذا التصريح تاع وزير التعليم. هي أظن أنه بعد شهرين من إضراب المدارس العليا هم جد متعقلين، وعدم الاستجابة للمطالب تاعهم هو بحد ذاته عدم تعقل، لأنه بكل بساطة لماذا؟ لأنه حتى في التصريح يقول زاد تهييج الطلبة، قال باللي أنه في السنوات القادمة يمكن ما يكونش توظيف الخريج المدارس العليا للأساتذة، يمكن الرجوع للتصريح، وبالتالي هذا تأجيج أكثر مش تطمين للطلبة، وبالتالي نقولها أنه إذا تم استشراف الواقع يمكن العدول عن قرار عدم التزام وزارة التربية فيما يخص توظيفهم عند مقر سكناهم، بالإضافة مش هذا الإشكال لماذا وقعنا في هذا المشكل؟ لما يفتح مسابقة لخريجي الجامعات الآخرين قبل توظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة، رغم
القرار والمشروع الوزاري يقول الأولوية أولا خريجي المدرسة العليا لما يتوظفوا تفتح وزارة التربية المناصب اللي راهي تشكل عجز وتفتح مناصب وبالتالي نقضيه على هذا المشكل. هذا فيما يخص المدارس العليا للأساتذة، فيما يخص أيضا طلبة التربية البدنية والرياضية 23 معهد خلال شهرين مغلق. احنا نقولوها وقلناها من قبل أنه آن الأوان لإعادة النظر أولا في النظام التوجيه منذ بدايته لما ينجح الطالب في شهادة البكالوريا إلى النظر في احتياجات السوق، بالتالي باش ما نطيحوش في مآلات البطالة. لي نقولوا انا سوق الشغل كل المؤسسات الاقتصاديه الخاصه وذات الطبيعه العمومي تحتاج بعد 5 سنوات 10,000 منصب من خريجي التربيه البدنيه والرياضيه على سبيل المثال، لابد اني نفتح الناس اللي تدرس 10,000 طالب يدرس، وبالتالي ما نوقعش اني نكون العديد الالاف من الطلبه ومن بعد يقول في قضيه تخويفهم يقول باللي انه انت اخترت هذاك التخصص باش تدرسه تحمل مسؤوليتك من بعد في المستقبل. يقول العلوم السياسية وطلبة العلم مكتبات وطلبة التربية البدنية والرياضية. احنا لما نقدموا انا نقدموا مشاكل واقعية ومنطقية ومشروعة وسهلة التنفيذ. طيب اضراب طلبة المدارس العليا. طيب خلينا نرجع للاجتماع تاع اليوم. وزير التعليم العالي اجتمع بالتنظيمات الطلابية لإخماد اضراب 14 جونفي. هل فتح الوزير مجال الحوار معكم؟ انا اظن انه اليوم خلال هذه الندوة هو قطع للحوار، هو رسالة واضحة من قبل الوزارة أنها قالها مباشرة أني لن أتحاور. هل إذا كنا في قضية شرعية أو مشروعية؟ الشرعية واضحة والشرعية من تحددها هي وزارة. طيب نعم، هو قال أنه كل من التنظيمين أجال وأجيا إضافة إلى إضافة نقابة الكناس غير شرعية. هو 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 قال، لكن الشرعية الذي تحكمها هي الداخلية وزارة الداخلية. احنا كاتحاد عام الطلاب الحر لم يقل انه الاتحاد يعيش مشكل تاع شرعية، كان يقول من قبل، الان برر من خلال كلامه وشخص الامور باتجاه اخر. اما في قضية اننا شرعية، الان نحن لا نتكلم، هذه من اجل تحوير الرأي العام عن المطالب اللي رانا ناديو بها. نحن نقول للطلبة اننا لا تنساقوا الى هذه الدعوات والى هذا التغليط الذي مفاده التشويش فقط على الاضراب الوطني يوم 14 جونفي، لانه بكل بساطة يريد ان ينزع الثقة من بين الممثل الداعي إلى الإضراب وبين التكتل. وبالتالي نقول أنه الشرعية هي القانونية، وضعيتنا قانونية، وضعية الكناس قانونية، ووضعية المنضوين إلى التكتل هي قانونية. وبالتالي أنا أقولها هو عدم حل، عدم دخول في حوار وحل هذه المشاكل هي الغير القانونية، هي محاولة تصدير المشاكل اللي يعيشها القطاع إلى الخارج إلى المجتمع، وهذا ما سيهدد النسيج الاجتماعي. وبالتالي احنا كتكتل ثلاثية الأسرة الجامعية نؤكد على سلمية المطالب. لسنا نحن ضد غلق الجامعات بطريقة العنف، نحن ندعو إلى إضراب من أجل تحقيق المطالب. طيب كيف المشروع سيكون مصير إضراب 14 جونفي؟ بناء على الاستجابة يعني الآن والإعلام على مستوى كل وسائل الإعلام والمواقع، هناك يعني قبول كبير من قبل الطلبة لأنه يعيشون يوميا هذه المعاناة لانتفاضة طلابية للعمل على أن نرجع الجامعة الجزائرية إلى سكتها. ما زلنا دعاة للحوار، لكن بعد أن الوزارة إجابتها كانت قاطعة للحوار، أملنا في الوزارة الأولى وتدخل والتماس من رئيس الجمهورية للتدخل لإنقاذ الجامعة الجزائرية ما هي فيه. جيد. طيب معنا عبر الهاتف مباشرة الأستاذ عبد الحفيظ ميلاد منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي. مساءك سعيد، أهلا بك معنا. مساء النور سيدتي. اليوم كان الاجتماع مع وزير التعليم العالي، هل تم فتح الحوار معكم اليوم؟ يعني والله اول مساء النور ومساء جميع الاساتذه الحضور معك في الاستوديو ولجميع الاساتذه والراي العام اللي تابع في هذا الحوار المباشر. اول اقول ان يعني اليوم يعني كما شاهدتم جميعا يعني تفاجئنا، وين كنا ما تفاجئناش يعني الحقيقه، لكن لم نتفاجئ في رفض الحوار، لكن تفاجئنا يعني في لغة التهديد ولغة الوعيد
ايجاد عن طرف السيد الوزير في ندوه صحفيه اللي عقدها اليوم عن مباشر من مقر وزاره التعليم العالي. تفاجئنا بتشكيكه في شرعيه كل مكونات الاسره الجامعيه الفاعله داخل الجامعه الجزائريه. تفاجئنا يعني من قوله ان هذه النقابات وهذه التنظيمات غير معتمده. طبعا نحن لا نلوم السيد الوزير بحكم تكوينه الادبي، فهو الذي يفرق بين الاعتماد وبين المتابقه، لكن نلوم المستشارين القانونيين تاعو في الوزاره اللي خلاوه يرتكب هذا الخطا القانوني الفادح، يعني ويقول ان نقابه الكلاس غير معتمده. يعني انه الوزير استاذ ميلات، يعني انه الوزير لا يعترف بتنظيمكم حسب ما صرح به اليوم. يا سيدتي المحترمه، هو قال ما عندناش ماناش معتمدين. غير شرعيه، هو قال انه غير شرعيه. اسمحيلي، هو قال نحن غير معتمدين. للاسف الشديد هو بحكم تكوين ادبي وقت قبل الهموش لا يفرق بين نقابه غير معتمده وبين نقابه او بين قياده غير متابقه. احنا نقولوا بالنسبه للاعتماد، نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي هي معتمدة بموجب القرار 47 راتا الصادر عن وزارة العمل والضمان الاجتماعي بتاريخ 2 جونفي 1992. هي معتمدة منذ 27 سنة، واعتمادها راه ساري المفعول إلى غاية أن يكون هناك حكم قضائي بإلغاء هذا الاعتماد. مادام ما كانش حكم قضائي فالاعتماد ساري المفعول. اما المتابقه، كنتكلموا عن المتابقه، احنا المؤتمر تاعنا عقدناه في 14 يوم 9 ديسمبر 2016، اودعنا ملف المؤتمر امام وزاره العمل يوم 14 ديسمبر. انا نتكلم كرجل قانون قبل ما نتكلم كنقابي وكاستاذ جامعي. كرجل قانون، كان عندها وزاره العمل في يدها 60 يوم كيف تحفظ او ترفض المؤتمر تاعنا. بمرور 60 يوم احنا نقولوا ان يوم 12 فبراير 2017 وطبقا لقوانين الجمهوريه وطبقا لجميع القوانين اللوائح التنظيميه، المؤتمر الخامس كلاس اصبح معتمدا بقوه القانون واصبح متابقا بقوه القانون. احنا لغايه اليوم بعد مرور 13 شهر منذ عقد المؤتمر تاعنا، اتحدى اي شخص يقول ان وزاره العمل قد راسلتنا باي مراسله رسميه تفيد ان المؤتمر تاعنا غير متابق للقانون. احنا المؤتمر تاعنا متابق للقانون. احنا منذ اشهر واحنا نرسل يوميا واسبوعيا مراسلات للسيد الوزير وللسيد الامين العام ولكل اعضاء المكونين لوزاره التعليم العالي بختمنا وبكذا. لماذا لم يقولوا لنا يوما انتم غير قانونيين او غير شرعيين؟ اذا لم يطرح هذه الفكره الا بعد ان ذهبنا الى الاضراب، وهو تشكيك في الاضراب. حتى التنظيمات اللي حضروا معاه اليوم، مع احترامي اليوم، كل واحد فيهم ولا اثنين فيهم غدوه يلتحق بالتكتل تاعنا سوف يقولون انه غير معتمد وغير شرعي. احنا ديالنا قوانين. طيب ماذا عن المتابعه القضائيه استاذ ميلات؟ قلت لك احنا مستعدين للمتابعه القضائيه. نروحوا المتابعه القضائيه، احنا نروحوا المتابعه القضائيه. احنا ثاني عندنا الحق نتابعوا من يعرقل العمل النقابي، عندنا الحق نتابعوا من يكبتنا بامور غير قانونيه. احنا نقولوا اننا ما عندناش الصفه، صفاتنا راهي ثابته. ما دام وزاره العمل لم تتحفظ على مؤتمرنا فمؤتمرنا اصبح قانوني وصفتنا ثابته ولا نقاش ولا جدال. طيب استاذ ميلات، بالنسبه لتاريخ الاضراب سيكون يوم 14 جونفي، هل صحيح انكم يعني اخترتم تاريخ هذا الاضراب تزامنا مع فتره الامتحانات للضغط اكثر على الوزاره؟ اول حاجه تاريخ 14 جونفي ليس كل الجامعات تبدا الامتحانات تاعها يوم تاريخ 14 جونفي. لو تعمدنا اننا نعرقل الامتحانات لكان. انا لم اقل عرقلت، قلت الضغط على الوزاره. لو تعمدنا ذلك لكان يوم 7 جونفي، لان الكثير من الجامعات تبدا الامتحانات تاعها يوم غد. احنا اخترنا تاريخ 14 جونفي لانه بعد العطله، وحتى فرضا لو كان يتعلق بالامتحانات، فمن الفرق بين عرقلة الامتحان وعرقلة العمل عرقلة التكوين البيداغوجي للطالب؟ هل عرقلة الامتحانات اقل خطورة من عرقلة التكوين البيداغوجي؟ نحن لا نريد ان نعرقل، نحن منذ البداية تسهيل باب الحوار ومتمسكين بالحوار، لغاية اليوم ما زلنا متمسكين بالحوار، ونتمنى ان الوزارة
تخلى عن هذه السياسه التي تؤدي الى تعفن وانقطاع اكثر مما هو متعفنا. احنا نقولوا ان اضرابنا حضاري، حتى تفاجئنا اليوم السيد الوزير تكلم على غرق ابواب الجامعه. احنا عمرنا ما لدينا غرق ابواب الجامعه. كنت ادعي جميع البيانات تاعنا وجميع المنشورات تاعنا في مواقع التواصل الاجتماعي، كنا دوما ننادي باضراب سلمي وحضاري، كنا دوما ننادي باحترام حق الجميع، اللي يحب يضرب مرحبا به، اللي ما يحبش يضرب مرحبا به. الحق في الاضراب هو حق دستوري. احنا مازال ما كانش قانون يمنعنا من الاضراب، بالعكس الحق في الاضراب راه تم استرته حتى في دستور 2016. احنا نقول ان الاضراب تاعنا هو سلمي وحضاري، وندعو جميع الاسر الجامعيه من طلبه واساتذه عدم الاجرار للعنف واظهار الطابع الحضاري والوجه الحضاري للاسر الجامعيه، وعدم اجبار اي شخص الاضراب اللي راهو كما نقولوها راهو متفهم للمطالب تاعنا ومتقبلها سيضرب معنا. اللي ما حبش يضرب فهو حر في ذلك. لذلك نقول هناك سيناريو، هناك سيناريو ممكن، هناك تحضير لسيناريو اللي ممكن بعض الاطراف تقوم بغلق الجامعات وثم محاوله الساق ذلك بالتكتل النقابي واتهامه بجر الجامعه للعنف. احنا نقول ان هذا السيناريو رانا عملنا به، ونحن سوف نؤكد على سلميه وحضاريه اضرابنا، ونحن من هذا المنبر ننادي فخامه رئيس الجمهوريه ودوله الوزير الاول بالتدخل، لان الجامعه الجزائريه اصبحت في خطر ولا بد من انقاذها، لانه الوضع اصبح حرج جدا بالنسبه للجامعه الجزائريه. وصلت الرسالة، شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الحفيظ داملات منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي. نعود إلى الأستاذ صلاح الدين دواجي رئيس الاتحاد العام الطلابي الحر. طيب، هو حكى على نقطة مهمة جدا، شكل الإضراب. قال أنه نحن نعلم أنه سيكون هناك سيناريو بغلق الجامعات، ويعني يكون هناك عنف في هذا الإضراب. قال أنه سيكون حضاري الإضراب. خليني فقط نطرح لك السؤال، كيف سيكون يعني شكل الإضراب يوم 14 جانفي؟ لأنه شهدنا في سنوات سابقة لما دائما يكون إضراب سيطرت المضربين على الأبواب وحتى منع الطلبة من دخول مدرجات الأقسام. هل هذا العام هنشهد نفس السيناريو؟ المهم على كل إن نحن نبتعد عن كل شكل من الأشكال، وندعو ممثلين عبر مختلف الولايات الوطن كل حتى الطلبة لعدم الانجرار حول آلية العنف، لأنه الإضراب واضح لما الطلبة يلتحقوا بالجامعات، ممثلين يتكلموا مع الطلبة يوضحوا لهم الأمور وتفتح الأبواب، اللي حب يلتحق يلتحق، اللي ما حبش يلتحق ما يلتحقش. لكن أيضا بالمقابل لا نتحدث عن عنف الممثلين وننسى عنف التهديدات تاع الإدارة والأساتذة لما تكون هناك أوامر فوقية بعرقلات وتكسير الإضراب من خلال أنه تهديد بعض الإداريين للطلبة أنه إذا ما يدخلوش مقصيين إذا كذا. بداية التهديدات شهدتها اليوم من قبل التهديد بالمتابعة القضائية، التهديد بالطرد للطلبة، التهديدات اتخاذ اجراءات تاديبيه وكل هذا الشيء، وادخال حتى رؤساء الجامعات امام مواجهه مع الطلبه، وبالتالي على الجميع لانهم تلقوا اوامر من عند الوزير. يعني على كل تركيبه الاسره الجامعيه ان تتوخى الحذر، لانه في المقابل هناك من هم على فوهه بركانهم رؤساء الجامعات ومدراء المراكز. لذا نقول انه لغه هذه التهديد لن بل ستعمق من ازمه القطاع، كما اننا لا نستبعد ايضا سيناريو من أجل تدخل لعرقلة الإضراب أو تشويه الإضراب واتخاذ منحى آخر للعنف، وهذا ما سننبه إليه، وعلى كل الأجهزة الرقابية أن تعي خطورة هذا الأمر. يعني لأنه كان الأجدر هو سلمي سلمي، وندعو إلى سلمية الإضراب في أطر قانونية، ومن يخطئ يحاسب. نقولها ونعيدها أننا نحن ملتزمون حتى بقرارة العدالة الجزائرية لما ننتج. إحنا الآن في عامين ونصف نتكلم، وبالتالي لماذا لا يطعن في هذه الأمور؟ لماذا لا يقول أن فلان سأحيله لدى العدالة؟ ولماذا في هذا الوقت بالذات؟ هو تهديد تقويض، وتعرضنا للعديد من المساومات
الضغوطات النفسية منذ أن أعلننا عن دخولنا في هذا الإضراب، بدل يعني التوجه توجيه الجهد على الوزارة الروسية، بدل أنها توجه جهدها من أجل تكسير الإضراب، كان لا حبذا أن توجه جهدها من أجل معالجة هذه المشاكل والدخول في لقاءات وفتح قنوات. طيب لو توصل الأستاذ دواجي هذا الانسداد خاصة بالنسبة للمدارس العليا للأساتذة، هل نتوقع سنة بيضاء خاصة ونحن في منتصف موسم الدراسي الجامعي؟ والله أتأسف من بكل برودة، الوزارة عمدت على أنه قللت من شأن الإضرابات وقالت لا حبيتوا تمشيوا السنة بيضاء، مشيوا السنة بيضاء، معناتها ديروا واش حبيتوا ديروا وروحوا السنة بيضاء. أنا نقولها من عندها، هذه مستقبل أجيال، حتى ولو أنا نعرف بلي أنه المدارس العليا للأساتذة وطلبة التربية البدنية والرياضية وكل المضربين اللي فاتوا شهرين وأنه شبح السنة البيضاء يخيم عليهم، أنه من الأحسن أننا نغامر بمستقبل تاع هذه الأشهر أو أربع أشهر، لكن لا نغامر بمستقبل الأجيال، لا نغامر بمستقبل الجامعة الجزائرية. نحن الآن لسنا من دعاة وهواة الإضرابات ولا استقرار، نحن الآن نريد أن نخمد ما تعيشه الجامعة الجزائرية من ألغام ومن غليان لكي لا تصدر هذه المشاكل، نعود نأكدها، إلى خارج الجامعة، كما تم تصدير مشاكل الأطباء المقيمين إلى خارج الجامعة الجزائرية. نحن هذا الإضراب سيكون داخل الحرم الجامعي وفق القانون، وفق الأطر القانونية، ونلتزم بأي قرار قضائي وفق المؤسسات التي تشرعها الجمهورية. كما أيضا هناك نقطة لابد أن نعرج عليها، هو ملف الإصلاح الخدمات الجامعية الذي عرج عليه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذي ما زال يراوح مكانه خلال سنتين، وهو يدعو أن هناك ندوة لإصلاح الخدمات الجامعية. نحن كان مطلبنا واضح وضوحا تاما، إذا تم الذهاب إلى خصصة الإقامات الجامعية لن يكون إلا بالموافقة على 3 ملايين سنتيم للطالب لحفظ يعني كرامته، ولكي لا نتخلى عن الدعم المباشر للطالب. إذا اتجهنا إلى الدعم المباشر لن نقبل إلا ب3 ملايين سنتيم للطالب من أجل خصصة الإقامات الجامعية. لكن يبقى الملف هذا رغم أن الوزارة تجاوبت معه، لكن يبقى حبيس الأدراج، نتعجب لماذا، وهو السؤال الذي يطرح نفسه بها، لماذا تأجيل دائما هذا الملف لأسباب لا ندريها، بالإضافة إلى وجود عقود مع ممولين لمدة 5 سنوات. على الوزارة أن تجيب هذا. كما أنه رسالتي اللي حاب نزيد نوجهها أكثر من هذا المنبر، أنه نحن نتجه وفق الأطر الأساسية، نحن نمشي وفق مطالب وفق تقارير، عندنا العديد من الإشعارات عندنا كلها، لكن لا تمتحنوننا، نحن لا نريد أن غسيل الجامعة يخرج أكثر، نملك من الملفات الثقيلة التي حقيقة ستجعل الجامعة الجزائرية تعيش انسداد وأزمة حقيقية. لدينا من الملفات الكثيرة على المستوى المالي والأخلاقي وحتى الملفات البيداغوجية. الخطوة اللي وراء الإضراب. نعم. طيب في الأخير، قبل أسبوع من موعد الإضراب، ستلتزمون بهذا الإضراب أم أنكم سيكون لكم اجتماع جديد مع باقي التنظيمات والنقابات لوضع القرار النهائي والموقف النهائي لكم، أم أنكم يعني ملتزمون بقرار الإضراب نهائيا؟ نحن إلى حد الآن وفي هذا الوقت نحن متمسكون بخيار الإضراب، ودعوة إلى جميع الطلبة للالتفاف والابتعاد عن العنف اللفظي والجسدي، متمسكون بخيار الإضراب، وما هي هذه الندوة إلا زادتنا عزيمة للتمسك والذهاب نحو الإضراب والدخول، وإذا كان هناك فتح قناة مع باب حوار سنكون أول المنادين بها، وما زالت أيدينا مفتوحة وممدودة للجميع من أجل حلحلة المشاكل قبل الدخول في هذا الإطار. إن شاء الله توصل الرسالة تاعك. أستاذ صلاح الدين دواجي رئيس الاتحاد العام الطلابي الحر، شكرا جزيلا لك وعلى حضورك معنا. وعلى